برضو ده هيخلينا نتطرق للشيء يا كابتن هيثم. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا النهارده اصبحت بتشكل ضغط رهيب جدا يا سيدي على اداره النادي او علينا كمسؤولين ولا حاجه، احنا نتحمل مفيش مشكله، لكن حتى اللاعبين النهارده كان زمان يعني بيذكروني يعني في شبابي كان في الاستاذ نجيب المستكاوي الله يرحمه، كان تملي بعد كل ماتش بيعمل درجات لكل فرقه، يعني ال11 يقول فلان فلاني 9 من 10، فلان فلاني 8 فعلا. كان كل الجمهور تاني يوم يستنى علشان يشوف التقييم بتاع كل لعيب، واللعيبه نفسهم بيبقى بيلحق الصبح عشان يشتري الجورنان عشان يشوف دلوقتي على طول بعد الماتش السوشيال ميديا فالنهارده انت لما تحط اللعيب تحت الضغط والنهارده اصبحت تتدخل في الامور الفنيه وبتحط في كم اسيست وكم ثلاثيه وكم كذا، فالنهارده وبتنقد افرض لعيب النهارده مش موفق او اي حاجه يبقى نوع الضغط عليه، اللعيب محتاج ان هو يطمئن، اللعيب محتاج ان هو بيلعب، يعني انت مقدر الكلام اللي انا بقوله، وانت بتلعب الثلاثيه دي لازم من جواك تبقى مش همك لو يعني انا فكرت اجلي لو فكرت ان انا هجلي. بحاول انا شايف ان انا في وضعيه ان انا لازم اصوب، لكن بقى لو حطيت في دماغي اصلا انا اتهاجمت بقى لما ضيعت النوبه اللي فاتت هضطر اروح مديها لزميلي، يبقى هبتدي مفيش حد هياخد القرار، ليه؟ كل واحد هيهرب من اللي صحيح. اذا النهارده اصبحت في امور فنيه مفيش حد يعرفها الا مدرب الفريق. صحيح. انا شخصيا كمدير نشاط رياضي لا تتدخل في اي اعمال فنيه خالص من الفرق، حتى الكره الطايره اللي هي لعبتي لا اتدخل خالص بالمره، ولا في اختيارات المدربين للاعبين ولا اي حاجه، لان في اجهزه، الاجهزه دي بتقيم اخر الموسم وبالتالي يجب ان تعطى الفرصه كامله ولا حساب الا اخر الموسم، فبالتالي صحيح. انا لا اتدخل في اي قرارات فنيه بالرغم ان انا يعني كثر الاحتكاك في الالعاب بتعرف، لكن اللي انا عايز اقوله ايه، يعني بناشد من البرنامج بتاعك يعني اولادنا واخواتنا في السوشيال ميديا يعني الرحمه باللاعبين، وفي نفس الوقت موضوع تاني برضو عايز اكلمك عليه، لما توصل لهم معلومه مثلا ان احنا مثلا بنتفاوض مع اي لاعب او لاعيبه او اي حاجه يعني المنافسات لسه شغاله، عايز اقول مش حاجه حلوه ليه، لانك انت لما بتنشر حاجه انت عارفها انت ممكن تبوظ المفاوضات، ممكن انك انت تعطلها، ممكن يخش نادي تاني بحيث انه يرفع القيمه الماديه. صحيح. بس يا كابتن اقول لحضرتك حاجه في القصه دي او الموضوع ده، ما تقدرش تحكمه لان دي 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 معلومه بره يعني يعني يعني، وبالاضافه طبعا ان دي يعني زي ما تقول سوشيال ميديا، فانت حتى لو جمهورنا ما قالش ممكن حد تاني يقول، بس دي مش هنقدر نحكمها قوي، انما انت قصدك ان دي بتضر المفاوضات اكيد وات ايفر طلعت من مين اكيد، انت لازم تتعاون معايا لانك انت في بيتك. صحيح. انت لو انت محايد يعني كويس قوي، ده سبق والحق ومن حقك انك انت تنزله، لكن انت ممكن انك انت بتتكلم باسمي، لما انت لما بتتكلم باسمي صحيح انت مش موقع رسمي بتاع النادي الاهلي ولا اي حاجه، ولكنك انت اساس انشاء السايت بتاعك ده هو حبك للنادي الاهلي، فبالتالي انت عنصر معانا وبتساعدنا، بالعكس ده انت يعني ممكن تبقى انت عارف المعلومه وتخليها علشان تتاكد لغايه ما تتاكد ويحصل، انا ما بعلنش عن صفقه الا لما يتم التوقيع يمضي والعقود في جيبي، زي ما احنا شايفين حتى نادين السلعاوي هي حتى في اليوم الامضه بتاعتها في كل اللاعبات سندس النهارده حضرتك ما ابدا ما بتعلنش حتى، واحنا هنا حتى في البرنامج بنحترم ده رغم ان احنا بنبقى عارفين، ولكن فانت قصدك حضرتك ان يبقى في السوشيال ميديا لازم يتم استخدامه بالشكل اللي يساعد النادي يعني وبيساعد اللاعبين، تفرق كتير جدا، يعني الولاد مجتهدين جدا يعني لازم محدش عايز يلعب وحش، لا لازم نعترف، لا الولاد اللي هم ماسكين الحاجات بتاعت السوشيال ميديا يعني انا بستغرب يعني بيجيبوا معلومات جميله مجتهدين جدا 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 اولا وبيحبوا النادي الاهلي طبعا، كل واحد بيحب النادي الاهلي بطريقته. صحيح. فهم يعني احنا لازم نشجعهم وكل حاجه لان ده شيء مستجد علينا، يعني احنا كاجيال يجب ان احنا نتجاوب مع العصر ومع ان النهارده هو الجيل الرابع والدنيا لازم نحترمها وكل حاجه، بس ايه من خلال البرنامج بقول لازم يحصل في نوع من التعاون ما بين المواقع دي كلها، وامتى تنزل الخبر وامتى ما تنزلش الخبر، ما تضغطش على لعيبتك حتى لو في نقد يبقى النقد بطريقه كويسه، ما تضغطش على لعيبتك بناء، انت قصدك حضرتك يبقى النقد بناء لمصلحه الفريق ويبقى التوقيت برضه، واحنا اللي بنحاول والله يا كابتن كل ده لاسعاد الجمهور طبعا، الناس كل اللي احنا بنعمله ده طبعا لاسعاد الجمهور. طب خلي